السلام عليكم. هذا هو طائر الحسون القسنطيني الأصيل، بربي إن شاء الله ديما نبقى هكذا، اللي ما عرفوش نعرفوا به. هذه السلالة القسنطينية الأصيلة خويا طارقة. هذا لا فيديو اللي راح نديرو الفريبو، أو قال لي زيد نعتلنا دوب الروج، ها هوينه أو هيج ودرك نعتلو كي نطلقوه مع لا فمال. خويا فريبو كي تشوف لا فيديو هذا دعينا معاك برك، باسكو ني درتو الكليك الصوت والصورة. هاو هنا مع لا فمال قاعد تشوفيه، هذه هي السلالة القسنطينية الأصيلة. الحمد لله مقرين في الجزائر هو المخير في العالم بصفة عامة، وكوستانتين بصفة خاصة، والمقرين تاع الشرق على ما أظنه معروف عالميا. وخوك مراد هاو ينعت فيه الصوت والصورة. والسلالة هذه تلقاها غير في قسنطينة، ما تلقاها حتى عند واحد، تلقاها غير عند خوك مراد. وهنا تحبس. هذا هو طائر الحسون القسنطيني الأصيل، وديما نقولها ونعاودها ونبقى نعاودها، دوب الروج هذا رويال. والسلالة هذه انقرضت، بربي إن شاء الله نعتوها لخوتنا التوانسة المراركة الليبيين السوريين لكل العرب اللي في العالم كامل. وهذه السلالة هذه أصلها من قسنطينة، المقنين القسنطيني في الشرق على ما أظنه معروف ومطلوب بقوة العالم كامل. ربي إن شاء الله نعرفهم بطائر الحسون القسنطيني الأصل، ديما نقولها ونعاودها ونبقى غير نقولها. ميور شاردونري في الجزائر هو الشرقي، وعلى ما أظنكم قاعدين تشوفوا فيه صوت وصورة. وخوكم مراد ماهوش من الذين يقولون ما لا يفعلون، نصوروا على المباشر ونعتوا على المباشر. وهذا شاردونري رويال، والصورة غنية على التعليق. هاكم قاعدين تشوفوا فيه صوت وصورة، الله يبارك ما شاء الله. واللي يشوف لا فيديو هذا يدعي ويقول الله يبارك ما شاء الله. ولي زامي اللي في العالم كامل با يعرفوا حاجة برك، خوكم مراد مازال بربي إن شاء الله نعطيكم حوايج رأوا شيء رهيب. وكي تشوفوا لا فيديو هذا ادعيوا لنا. خويا فريبو ما تنساش لا فيديو هذا وليك، ها خويا طارق بارطاجيه مع لي زامي ووصل الرساله برك، واللي ما عرفش نعرفوه. درك نعتو لك في العش، هاو هنا كي قاعد يبني في يبنيو في العش قبل ما يولدوا. ها هو خويا هاو يبني كيف ما لا، الله يبارك. او هنا سيبون هنا او حاضن على البيض. درك نزيد نعطيكم لا فمال، هذه هي لا كاتريام فمال تاعو باسكو مكوبليه مع كات فمال. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.